الإسرائيلي المستفيد في جلسة طارئة رأسها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، وأشار إلى أن الهجوم استهدف قدرات البلاد العسكرية وتطورها في المجال الحربي، مؤكدا في بيان أصدره عقب الجلسة أن المصنع المستهدف هو مجمع لصناعة الأسلحة التقليدية وليس سريا أو محظورا. ودعا المجلس لاتخاذ الموقف الذي يتناسب مع جريمة الأمن والسلم الدوليين، علاوة على دعم القدرات الدفاعية للقوات المسلحة، ونادى للتحرك القانوني والسياسي والدبلوماسي والإعلامي، ووجه بإعادة تأهيل المجمع فورا. من إسرائيل تغيرت الحكومات في السودان ولم يتغير موقف إسرائيل، فنحن لا نستغرب أن الأعداء الإسرائيلية لنا، وهي حقيقة احنا قدرون معركة مفتوحة بيننا بينهم. طيب ليه إسرائيل وليست أي دولة أخرى؟ الإمكانيات اللي استخدمت دي في الدول المعادية لنا عند دولتين، هي إسرائيل وأمريكا. وقطعا الامريكان لما ضربوا مصنع الشفا اعلنوها وعنده وراء اهداف. احنا نقول ليه استهدفوا الموقع ده؟ لانه قطعا نحن بنشعر من فتره طويله جدا ان هنالك حظر سلاح غير معلن علينا. نحن بحال ما نمشي بنلقى صعوبات شديده جدا في انه نشتري اسلحه، في انه نجيب اسلحه. فكون احنا نمتلك هذه القدرات، انا افتكر برضه هي بالنسبه لهم يعني عمل بيكون بيشعروا عنه هو ممحوط بالنسبه لهم. تحدث الناس طيب هل نحن عندنا امكانيه انه او نقيم دفاعات جويه قادره انها تصد هذا العمل؟ نحن نقول انه في تقنيات قطعا محظوره حتى على الدول الحليفه بالنسبه لهم. يعني لغايه الان ما قلت لك انه في دوله خارج الدول العظمى الكبرى العظمى دي عندها الادوات بتاع الانتي جامينج ديفايسز دي ما موجوده. نحن نجتهد في انه نحن نصل لهذه التقنيه بانفسنا. يعني هي ليست تقنيه متاحه في السوق. عشان احنا ممكن نشتري اجهزه ومعدات تمنع التشويش على الرادارات. فدي مسؤوليتنا نحن في انه نتطور البحث العلمي بتاعنا، ونحن عندنا من القدرات الشابه والعقول النيره جدا والممتازه. وعبر عدد من الوزراء عن إدانتهم الاعتدال